السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا مشاهدينا متتبعينا أحبابنا، لندقوا أبوابكم كل أسبوع في حصتكم المتميزة فكر جزائري التي تبث من لؤلؤة الشرق قسنطينة. إذا كما اعتدنا وتعودنا أن الفكر الجزائري دائما يخرج بحلة جديدة بقامة من قامات العلم والمعرفة، حتى إذا دل يدل على ماذا؟ على أن هذا على أن مدينة العلم والعلماء مدينة ابن باديس قد أنجبت في حضنها الكثير من المفكرين والعلماء المتميزين الذين تركوا بصمة في تاريخ البشرية. واليوم يحضرني في عددي لهذا البرنامج قامة من قامات العلم الذي توقع له القبعات احتراما تقديرا تعزيزا تشجيعا تعريفا بهذه القامة التي تحضرني اليوم، السيد الدوادي بوسلة. أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفي الفاضل. أهلا وسهلا، شكرا استضافة. إذا لنا الشرف أنك تكون متواجد معي في فكر جزائري، يكون لي الشرف أن نكون أنا وياك في جلسة علمية تحفها الملائكة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إذا أستاذ رحلة أستاذنا الفاضل، خلينا نقوله ونذكر جماهيرنا الأعزاء والأفاضل، هذه القامة التي تحضرني اليوم رحلتها التي كانت متمثلة في 35 سنة لم تذهب هباء منثورا. بداية كانت برحلة الأستاذ الابتدائي، أستاذ الذي طور وأنشأ جيلا ذهبيا في خضم الأزمات التي كانت تحضر الجزائر في تلك الفترة، ثم انتقل إلى مفتش تربية لينتهي إلى رحلة التعليم والتقاعد. لكن هذا إذا دل يدل على كفاح هذا الرجل المتميز الذي يحضرني اليوم. هو لم يكن من التقاعد مجلسا في المقاهي، إنما كان التقاعد هو بداية رحلة جديدة رائعة متميزة في التأليف والكتابة. إذا دل أقول لك سيدي الفاضل شكرا لأنك أنت متواجد في الجزائر. شكرا. إذا سيدي، بداية وبداية الموضوع يتمحور حول الرحلة الأولى، هي رحلة الأستاذ. على بالنا بلي رحلة الأستاذ ماهيش حاجة سهلة، باش تكون أستاذ، باش تنشئ جيل، باش تربيه، باش تعلمه، وخاصة في تلك الفترة وفي تلك ماشي كما درك شوية هيئة الأمور. احكي لي شوية على بداياتك في التعليم ومسيرتك التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رحلتي مع التعليم هي رحلة شاقة دامت 35 سنة. الله يبارك. في سلك التعليم الابتدائي. نعم. بعد التحاقي بالمعهد التكنولوجي، وقبل التحاقي بالمعهد التكنولوجي درست كمساعد قبل ما ندخل ثم الخدمة الوطنية. نعم. لمدة عامين كاملين. ما شاء الله. ثم التحقت بالمعهد التكنولوجي الجهوي بقسنطينة. ما شاء الله. وتخرجت كمدرس. نعم. في التعليم الابتدائي، وعملت مدرسا لمدة ما يقارب 25 سنة. ما شاء الله. بعدها ارتقيت إلى مدير مدرسة. الله يبارك. قبل أن أكون في سلم التصاعدي. نعم، في سلم التصاعدي. ثم ارتقيت إلى مفتش التعليم الابتدائي. نعم. لمقاطعة سيدي مروان بولاية ميلا. الله يبارك. نعم. ما شاء الله. نعم. وهي التعليم هو مهنة نبيلة. مهنة. نعم. شيقة. رائع. بالرغم من مصاعبها ومتاعبها. صحيح. فالإنسان يعني جيل 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 بعد جيل، حتى أننا تناسينا أهل التلاميذ الذين مروا يعني كبروا الآن وصبحوا كبار، واللي كان عند الأستاذ واللي طيار واللي طيار واللي كذا، يعني أصبحنا. نعم. يعني إحنا كما يقولوا نحشموا المنقى وهم هما يعني ولاو حكموا مناصب أكثر من المناصب تاعنا. المعلم بقى معلم وهما واحد طيار واحد طبيب واحد مهندس. جميل في الموضوع أنك أستاذ أنشأت كوكبة. نعم. من التلاميذ. نعم. في مناصب الحمد العليا. لله. الحمد لله. الحمد لله. كافحنا بالشيء القليل، ولكن الفائدة في أننا كوننا جيل من الطلبة الذين بشر وراهم في ميدان العمل. صحيح. وراهم في جميع المجالات، في الصحة، في الأمن، في كل المجالات. لكن الجميل في الموضوع أنه المعلم ربما ما اختلف بين جيل البكري وجيل الدركة، أنه المعلم كان مربي. المعلم. صح. كان له الفضل الكبير. صيت كبير. كانت له الكلمة. المعلم كان
كان مربيا، كان مربيا قبل ان يكون معلما، كان مربيا وكاد المعلم ان يكون رسولا. نعم. المعلم كان يهتم بالجانب التربوي. الكثير من الاساتذه يعني انهم تراجعوا في العطاء، صح، تراجعوا في العطاء من هذه الاصلاحات الكثيره التي ادخلت على، بالرغم انها يبقى التعليم هو التعليم. هو ربما احنا نفتقر للتعليم تاع بكري استاذ، للتعليم الكلاسيكي. انا نعم. بالنسبه لي التعليم الكلاسيكي، التعليم الكلاسيكي انا بالنسبه لي كان افضل بكثير. نعم، بالنسبه لي التعليم الكلاسيكي، علاش نعلم انا التلميذ التربيه المدنيه في السنه الاولى والثانيه صح. خلي التلميذ ينضج فكريا، صح، ويتعلم صح. وحده، صح، يتعلم هذه المواد لما يكبر. التاريخ والجغرافيا، التلميذ ما عندوش تصور كبير في التاريخ والجغرافيا، يعني ان هذه الامور تتطلب تفكير. نشغله يعني انني خديت من وقته، خديت من مجهوده، ومن جهوده، خليه يتعلم الرياضيات، خليه يتعلم اللغه، خليه يعبر. كنت نشفع على روحي، كنا هذاك الخط والحروف كانت تدي منا مده كبيره من الزمن، كنا نستمتعوا. يا اختي، احنا كيف تعلمنا بلوحه، صح، لوحه وطباشير، لوحه وطباشير، لوحه هذه اللوحه هي مفتاح التعلم، صحيح، سواء في التعليم القراني ولا في التعليم الابتدائي. نعم. ولا اي تعليم، صحيح، لان وطريقه لامارتينيار ربما يقولوا لكم ضربوا على الطاوله ورفعوا الالواح، هذيك هو لب التعلم كما يقولوا، لان التقويم يكون حالي اني، صح، يعني دو فوا دو كات هز، يعني التعليم الكلاسيكي علمنا التعبير، صح، احنا كنا نتعلم وجبنا لي فيغورين صور، احنا نعبر نشفى، ولما نعبروا الصور هذوك التلميذ ينضج، يعرف يعبر، يعرف يتكلم. هذيك المعلومه اليوم راسخه، اليوم في الجامعه ما يعرفش يكون جمله مفيده، صح، صحيح. علاش؟ لان التعبير هو الاساس. قلت لك منذ قليل ان الانسان يبدا بالتعبير وينتهي بالتعبير، صحيح، يبدا بالتعبير. والانسان لو ما يعرفش يعبر ما يقدرش، نعم، يوصل. نعم، والتعبير هو التأليف، هو الكتابة، هو الكتب، وهو هذا هو المجال اللي راح ندخل فيه. نعم. وياك أستاذ. نعم. وراح نتحدثوا كيف بدأت بدايتك في التأليف الكتب، ونشوف اليوم راك زينت لي فكر جزائري بمجموعة من الكتب باللغة الفرنسية واللغة العربية. نعم. كيف استطعت أستاذ مثلا، ولا كيف بدأت الفكرة؟ والله هاج الكتابة، أنا كنت في كل مرة أختلي مع نفسي هكذا، أخذ القلم وأجي الفكرة نكتبها، هي فكره نكتبها ندونها كقصيده شعريه، كما يقولوا نعبر عن صوره، نعبر عن كذا، حتى دفاع نستدرج حتى الدروس اللي قريتهم في السابق نعاود نكتبهم ندونهم، حتى ما تروحليش الافكار هذيك، تبقى دائما الافكار معايا، لان التدوين يخلي امور راسخه عندك، صحيح. ولما بديت الكتابة بديتها منذ نعومة أظافري، وأنا نكتب، وإنما ما وصلش للطباعة، يعني وصلش للنشر، يعني كنت تكتب وتخبي. نكتب ما نقدرش، يعني كما قال واحد الزميل أستاذ في جامعة منتوري، الزميل أستاذي اللي علمني هذه، يقول أنا ما زلت في القديم، صحيح، يعني قاعد ينشر في القديم، لا ما زال ما وصلش للجديد، صحيح، يعني قاعد يخرج ينشر يوصل. احنا هذا الزميل ملا عليا باش ندخل في واحد المنتدى باللغه الفرنسيه للشعر، يسموه لوازيس دي زارتيست، واحه الشعراء بالفرنسيه. جميل. دخلت ليه، سجلت وانا نقرا للشعراء، نستانس بالشعر، بالكلام الطيب، كلام الحلو، فاذا به يتبعث لي هذه رئيس المنتدى، انت يا استاذ راك تقرا وما تكتب، ما قاش تنشر، صح، فاذا بي بديت ننشر خواطر، ننشر بالفرنسيه، يعني بالفرنسيه. نعم. ننشر قصائد بالفرنسيه. نعم. نعم. بديت ننشر حتى تكونت عندي مجموعه شعريه الاولى اللي هي فلوبي دو بويزي، هذه نشرتها دائما في ايدي ليفر، لان النشر سهل، واستنشرت المجموعه الثانيه اللي هي سور لي سونتي دي بونور، اللي فيها قصيده كبيره اللي هي في ملحمه الجزائر، فيها قصيده ليبوبي ملحمه الجزائر. نعم. وزدت طبعت في ليس بلو، هذه دار نشر واحده اخرى، نشرت فيها ليمير سيليست. نعم. الكتاب هذاك ليمير سيليست، هذاك هو الكتاب اللي مشى شويه في امازون، في فناك، يعني تباع في، نعم،
بديت تم خرجت للعلن يعني لان بديت يعني سلكت بايون سي بايون ماشي كيما هذاك اللي باط لازم دير له الاشهار تسلك. من بعد بديت نشارك في لا جوني دي مانيسكري فرانكوفون دائما في فرنسا. نعم نشارك كل عام بكتاب رائع بينها هذا ايكولوسيون يعني ميغراسيون. سامحني قطعت كلامك يعني لانه لو هزيت مثلا كتاب من هذه الكتب نعم وقلت لك يا استاذي في مثال هنايا عندي كتاب العبور يعني وقلت لك اختار لي في مثال صفحه من الصفحات اقرا لي على على مسامعنا مثلا سطر او سطرين خلينا نستمتع ما يلبه هذا الكتاب يعني ما يجوب في يعني القصه يعني نقرا لك قصه صغيره يعني هذا كتاب تاع القصه. نعم انا ما شد انتباهي ربما هو عنوان الكتاب العبور والعبور لكل منا له تفسير كان يقول لك عبور مثلا عبر الافكار. معليش نقرا لك هنايا في الكتاب هذا من بعد نقرا زين نقرا شويه تاع الشيء. يولد الانسان على الفطره في مكان وزمان لا احد مسؤول عنهما كما انه ليس هو الذي يحدد لونه ولسانه بل القدر الحتمي هو الذي جاء به إلى الدنيا وحدد مصيره من السعادة أو الشقاء. رائع جميل الأستاذ. منذ أن وطأت أقدام المستعمرين أرض الجزائر سنة 1830 وهي كالصاعقة على رؤوس الأهالي أثقلت كاهلهم وقودت معيشتهم وزادت من معاناتهم اليومية. في ظل هذه المعطيات من بداية القرن الماضي رأيت النور في قرية من قرى الشمال القسنطيني القبائل الصغرى. نشأت بها يتيم الأب ثم الأم فيما بعد وأنا لا أتجاوز السابعة من العمر. يعني تروي مأساة الشعب الجزائري. صحيح صحيح. نعم. كانت ما في هذيك الأمسية كان الأمسية رهيبة جدا. نعم. يعني الأمسية اللي كنت تعيش فيها واللي نعم. درست فيها أستاذ كانت مليئة بالمخاطر على أنفسكم قبل ما على تلاميذكم. نعم. انا مثلا ولدت في خضم الثوره يعني لما كانت يعني النار مشتعله في 1957 اذا انت ابن البارود. نعم لما كان لما كانت الثوره في اوجها ومهمتنا هربوا بنا والحرب قائمه الحرب وما معناها كما ذاك غزه هي نفس الشيء يعني نفس المنظر يعني الام تهز بنها وتهرب لاننا البارود والنار ورصاصات وكانت وتفتيش صحيح صحيح. نعم تبقى في الذاكره ربما الاستعمار راح يبقى في الذاكره. نعم هذا ما يعني الشيء اللي اثر فينا احنا باش كتبنا هذا باش ننقلوا لهذا الجيل الجديد باش يعرف كيف كان كيف عاش اباؤهم واجدادهم. صحيح. عاشوا في ظل ظروف قاسيه يعني اذا كانت عشاء ممكن ما يتغداش وإذا كان لقى الصباط ما يلقاش مثلا المعطف يعني ظروف قاسيه عاشها الشعب الجزائري وهو حبيت نبرزها بهذه القصص القصيره رائع. نخرجها للنور. صحيح. حتى الاطفال والجيل هذا الجديد لما يحب يقرا يلقى يجد ما وهذا تجسد ما بين سطور هذه الكتب. نعم. الجميلة التي أنا نعم. متأكدة ومتيقنة أستاذي. نعم. الفاضل أنها تحمل الكثير من المعاني والمأساة كما قلت. نعم. تلوت على مسامعنا أسطر جميلة جدا أنا أثرت فيها. أيوه. لأنه الإنسان هو ليس وليد الساعة. نعم. هو إنسان. نعم. ذو خبرة. نعم. أستاذي الفاضل كنت نعم الأستاذ. شكرا. كنت نعم المفتش. شكرا. كنت نعم المدير. شكرا. وكنت نعم المؤلف. شكرا. الحمد لله الذي صادفتني به الحياة الحمد اليوم. الحمد لله. إذا تحدثنا ربما عن المسابق يعني المسابقات الدولية أستاذ ما هي أهم المسابقات الدولية التي شاركت فيها؟ أنا كل عام نشارك بهذه الكتابات كامل شاركت بها في المخطوط الفرنكوفوني كل عام وطبعونا الكتابات الكتاب يعني هو الكتاب باش يكون في النمط تاع الكتاب يعني يكون كتاب قابل للطبع. نعم. ديجا في حد ذاته هو جائزة. لان الكتاب انت تكتب لغه الاخر وتمد له مخطوط وجدنا فيه عمل تنظيمي لا ميز ان باج لا كوريكسيون تنظيم والكتابه تكون منظمه يعني كما نقولوا باغ اكزومبل نقول حنا نكتب الشعر بالفرنسيه لا بويزي ماشي سهله باش تكتبها بالفرنسيه. صحيح نعم يعني باش تكتب يعني قصيده شعريه يعني اولا هناك كما نقولوا لا ميز اللي هو الالهام كي يجيك الالهام والفكره تجيك كيف تبلورها
كيف تحطها وتخير لها القالب نتاعها. صحيح. تخرجها للنور. صحيح. يعني كانت فكرة وأصبحت واقع. وهذا هو الذي استدعانا اليوم ليكون الأستاذ بوسلة الدودية ضيفا شرفيا لنا. لضيق الوقت أستاذنا قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لنهار اليوم. أستاذي كنت متمنية أني نكمل معك الحديث لأنه الحديث شيق وجميل جدا. حبيت أني نطلع على كل كلمة في كتابك ونتحدث عليها، لكن لضيق الوقت أستاذنا الفاضل تعذر علينا الوصول إلى كل ما تجوبه الخواطر ولا يستطيع اللسان البوح به. إذا كلمة اختتامية لفكر الجزائري ولقناتنا قناة الألوان. والله يا الجزائر لها مبدعين كثيرين، فقط هناك يعني البحث فقط التنقيب عنهم عن هذه المواهب وكذلك صقلها. يعني تحول كما المعادن. صحيح. هوس المعادن وزيد صقلها باش تخرج النور براقة تعدي وتمد نظرة جميلة للمجتمع الجزائري. نعم. التواق إلى الحرية والمعرفة والتألق. إن شاء الله مزيدا من التألق والنجاح أستاذنا. إن شاء الله مسيرتك ما تتوقفش هنا، إن شاء الله مسيرتك تبقى دائما متواصلة أيها المناضل أيها الكاتب والمؤلف. إذا أعزائنا ما تغادروش قناتنا، راح نتلاقاو إن شاء الله في ركنكم ركن نيو فيجن. إذا فاصل ونتواصل. مع المنصة التعليمية أنفيزيون الآن تقدر تقرأ من ظهرك عبر موقعنا الإلكتروني متوفر على جميع مستويات الدراسة من التحضيري إلى السنة الثالثة ثانوي. فيديوهات وبرنامج مرتب جدا ليك باش تقدر تقرأ بشكل منظم، إضافة إلى لغات أجنبية ودورات تكوينية أخرى. منصة أنفيزيون الحل الأمثل للدراسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائنا أعزائنا عدنا والعود أجمل أحلى أروع مع أجمل جميلات منصة نيو فيجن لهذا العدد. إذا تحضرني السيدة درجال صابرينا متخصصة في الحلاقة والمكياج ضمن منصة نيو فيجن. أهلا وسهلا ومرحبا بك صابرينا. أهلا وسهلا بك. أول حاجة نشكركم على هذه الدعوة، كما نشكر شركة نيو فيزيون على الالتفاتة الطيبة هذه، وراني جد فرحانة بزاف راني معكم النهار تاع اليوم. والله ونحن أسعد بوجودك يا غاليتي، نورتي ونورتي شاشة أنوان. عايشك حبيبتي عايشك. إذا جميلة من جميلاتنا أيضا المتخصصة في التجميل الكلاسيكي والتجميل بدون جراحة والحلاقة السيدة آمنة بلي. أهلا وسهلا مرحبا بك. أهلاً عزيزتي. أهلا مرحبا بك، شكرا على الاستضافة القيمة وشكرا لشركة أنفيزيون اللي أعطتنا هذه المساحة للعمل والظهور والإتقان. إذا هذا إذا دل على الكفاءة، دل على الجودة في العمل، لهذا كنتم جزءا لا يتجزأ من منصتنا منصة نيو فيجن. بداية كما اعتدنا وتعودنا وسؤالنا المعتاد لكل ضيوف نيو فيجن، أنه سيدة صابرينا كيفاش تعرفتي على نيو فيجن وأصبحتي جزء لا يتجزأ منها؟ أول شيء أول تجربة تاعي كانت مع نيو فيزيون. نعم. قمت بتقديم دورة أونلاين. نعم. في الحلاقة للسيدات. نعم. عن طريق شركة أو مؤسسة أو مدرسة خاصة. أول طريق لي كان في هذه بالمنصة هذه اللي هي تسجيل دورات حلاقة للسيدات للمبتدئات. رائع. واليوم قد عندك كنتي أستاذة مع المنصة؟ ما عنديش بزاف، عندي ربع شهر أو الحمد خمسة. لله يعني هذه كما نقول احنا مدة محترمة قدمت فيها الكثير الكثير من الحمد الأمور. لله الحمد لله كانت دورة أنا نشوف لها باللي دورة ناجحة الحمد لله. نعم. وهذا الشيء اللي يعني نشوفه في رد الفعل تاع اللي تابعوا المنصة تاعي. إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح وإن شاء الله نشوفك في أعلى القمم. تستاهلي والله تستاهلي أستاذة صابرينا. إذا سيدة آمنة جميل هو اسمك جميل هو حضورك كما
اعتدنا وتعودنا دائما. غاليتي كيف عرفتي منصة نيو فيجن واصبحتي الان ربما ما نقدرش نتخلاو على السيدة آمنة في منصة نيو فيجن؟ شكرا. تعرفنا على شركة ان فيجن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واتيحت لنا الفرصة ان يكون لنا معها عدة عقود. في الحلاقة، في التجميل الكلاسيكي والتجميل بدون جراحة، والحمد لله عندي تقريبا سنة، راني قريب من السنة مع شركة ان فيجن. قدمنا دورات اونلاين وكانت تجربة رائعة والتجربة ناجحة. يعني في العادة كنا نقدم دورات على ارض الواقع، يعني حضورية، والان انتقلنا الى التعليم او التكوين عن بعد، وكانت تجربة ناجحة فعلا بشهادة المتربصات. فاق يعني عدد المتربصات عندي انا شخصيا فاق 1500 تقريبا. جميل. 2000 متربصة. جميل، هذا اذا دلدل على كفاءتك اولا وعلى كفاءة المنصة في حد ذاتها. سيدة أمينة، قد اشرت الى التجميل الكلاسيكي والتجميل بدون جراحة. ربما احنا كجمهور وانت كأخصائية، انا واحدة من الناس ربما نقول باللي التجميل هو تجميل، لكن بما انك اشرت الى التجميل الكلاسيكي والتجميل بدون جراحة فاكيد هنالك نقاط جوهرية وفرق شاسع. تقدر تعطينا مثلا موجز عن هذا الفرق اللي بيناتهم؟ جيد. اذا التجميل معروف في الخارج انه التجميل هو تدخلات او تقنيات نقوم بها على البشرة لتنظيف البشرة، لمعالجة البشرة. لكن التجميل يتفرع وفيه عدة عناصر. اولا التجميل الكلاسيكي، التجميل الكلاسيكي فيها التجميل العادي السطحي وفيه التجميل العميق الخاص. العادي مخصص لتنظيف البشرة فقط، أما العميق الخاص تنظيف البشرة وصيانة البشرة بمجموعة من السيرومات تكون على سطح البشرة، وكذلك بعض الأجهزة الخاصة بالتجميل. التجميل بدون جراحة هذا الركن يعتني بمعالجة البشرة والحفاظ على نضارتها، معالجة مشاكل البشرة. المعروف عليه أنه الإنسان بالتقدم في السن أكيد الخلايا راح يصيبها أكسدة وتبدأ تدخل في العجز وتصير ما تنتجناش نفس المواد في سن نفس يصير الإنتاج مش نفس المستوى في السن الصغير. لهذا نقوم بتدخلات بدون جراحة، يعني نقوم بتجميل لكن بدون جراحة لمعالجة مشاكل البشرة. نذكر من بعضها: حب الشباب، البقع الداكنة، المسامات المفتوحة، كذلك تشمل علاج تساقط الشعر ومشاكل الشعر والتخسيس الموضعي. كذلك في هذه الدورة طرقنا إلى المكياج الشبه دائم. ما هو المكياج الشبه دائم؟ ليس بالدائم، يعني ليس تاتو اللي يبقى للأبد، وليس المكياج المؤقت الذي نقوم بمسحه في وقت قصير. هو الشبه دائم، يعني يدوم من 3 أشهر حتى ل6 أشهر. هذا واش تطرقنا فيه لهاد المنصة. وهذا دائما نذكروا الجمهور اللي راهو قاعد يتشاهد فينا، كل ما تطرقت اليه السيده امنه راح تلقاوه عبر منصه السيده امنه في نيو فيجن. يعني كل واحده راهي مهتمه بالتجميل بالكلاسيكي او العصري او غير ذلك من الحلاقه وغيرها راح تلقاوه في منصه نيو فيجن هي والسيده صابرينا. سيده صابرينا، نتطرق الى سؤال اخر. ربما انت عشرت الواقع، انت خبره فوق الميدان، مادام بانك عندك مركز لي عندك يعني كيما نقولوا احنا حانوت للحلاقه، وهنايا راك قاعده تزاولي ايضا في العمل نتاعك. قولي لي ما هو الفرق الشاسع اللي بين العمل في حانوت والعمل اللي تكوني عبر كاميرات وغيرها ما شاهدناه في منصه نيو فيجن؟ اكيد هناك فرق كبير بين التدريب على المنصه وبين التدريب على في الواقع. بالإضافة إلى الفتح الصالون، كذلك أستاذة في مركز التكوين المهني والتمهين حلاقة سيدات ورجال، ومدربة في عدة مدارس خاصة. الفرق بيناتهم أكيد أن كي نتعاملوا في الواقع أنك تتعاملي مباشرة مع المتربص، يعني الدروس راح تكون مباشر. لكن في المنصة تاع نيو فيجن
أول حاجة وفرت لنا كل المستلزمات، وفرت لنا أي صغيرة وكبيرة، يعني الحمد لله راهي كما نقولوا منصة في القمة. حتى عليكم كما نقولوا احنا عبء كبير، عبء كبير كبير كبير. واكيد رانا العمل امام الكاميرا اكيد ماهوش حاجه بالسهل، انك تحاولي انك تقدمي منتوج ذا نوعيه رافعه. والحمد لله اننا لقينا المتربصات تاعنا اللي تبعوني في المنصه نفس الهضره يهضروها لي في الواقع. جميل. يقولوا لي كون جات الاستاذ قدامنا من راح نفهموا عليك كما فهمنا في المنصه. يعني هذا راجع الى نوعيه ولا جودة المنتوج اللي قاعدين نقدموا فيه. نوعية المنتوج سواء في الواقع أو في المنصة راهو هو اللي يحدد ولا هو اللي يبين يبين نوعية تاع المنتوج اللي راحين نقدموه للزبائن. ونيو فيزيون راهي فكرة أنا نشوف فيها راهي فكرة فريدة من نوعها في الجزائر، لأنها خمت في كل الفئات، في كل الفئات اللي تقدر تخرج من الدار، المرأة الماكتة بالبيت، المرأة الريفية، نعم في المناطق النائية، هي المرأة الريفية، المرأة العاملة، المرأة الجامعية، كل هذه الفئات خمت فيها انفيزيون. انفيزيون واش دارت؟ هزت المنتوج تاعها ودقت على ابواب الزبونات ومدت لهم منتوج بنوعية مليحة وقالت لهم ها هم وقراوا انتم في بيوتكم. والحمد لله بزاف اللي قاعدين يتبعوا فينا وبزاف اللي استفادوا من هذه المنصه. من هذا المنبر نقول لكم استاذه صابرين هي استاذه متخصصه، استاذه قمه في التعامل ولا في الجوده ولا في العمل. يعني كل واحد راه قاعد يشاهد فينا يروح لمنصه استاذه صابرين راح يلقى التحفه الاثريه الجميله التي طلت علينا اليوم من هذه المنبر. سيده امنه وكل لك امنا وجمالا وروعه. اذا غاليتي قولي لي، ربما الدورات التدريبيه انت كنتي انك عندك مركز التدريب، ليس كذلك؟ نعم. جميل. مركز التدريب هذا اكيد الناس راح تجي تدفع فيه ربما مبالغ ضخمه باش يديو الدورات التدريبيه. منصه نيو فيجون ماذا منحت لهذه المتدربات او المتربصات؟ اولا نطرقوا الى نقطه انه التدريب اونلاين بعد جائحه الكورونا اللي اكدت لنا باللي الانسان يقدر يقرا عن بعد حتى في المواد الحرفيه. والحمد لله مع شركة انفيزيون قدرنا نديروا مخطط رائع في الدورات اللي قدمناها. يعني الفيديوهات كانت مخططة، كانت فيها توجيه، والتطبيقات اللي قمنا بها على المنصة كانت مدروسة بتقنيات مسترسلة وواضحة تخلي المتربصة أنها تأخذ التقنية حتى ولو كانت عن بعد وتقدر تطبقها. والحمد لله رانا في ألفية وين الحمد لله التجميل صار فيه منتوجات وأدوات تعوض البشرة وتعوض الشعر وتعوض أي شيء. يعني المتربصة تاعنا تقدر تأخذ التقنية مباشرة من المنصة وتطبقها على هذه المستلزمات والأدوات اللي نقدر نقول تقريبا تشبه الأعضاء البشرية. جميل. هذا فيما يخص يعني الدورات أونلاين. الحضورية أكيد الحضورية راح تكون مباشرة وتطبيقية، لكن الأونلاين لا تفرق عن الحضورية. مع العلم أنه هنا في منصة الانفيزيون عندنا أيضا الحضوري، بعد ما يقراوا معنا أونلاين راحين يتشرفوا عندنا على أرض الواقع. نعم. ويديروا معنا حصص حضورية وتطبيقية حضورية بعد التدريب على المنصة. وأيضا عندنا كذلك عندنا متابعة أسبوعية، حصة كل أسبوع المتربصة تاعنا تقرأ المنصة تاعها الوقت اللي حبت، لأن المنصة تاعها راح ترافقها دائما، تقرأ بأريحية، تقرأ وهي في المطبخ، تقرأ وهي في الصالون، تقرأ وهي في الطريق، تقرأ يعني في داخل المدينة في الريف. نعم. في كل مكان. صحيح. بعد ما تقرأ المنصة تاعها تتواصل معنا مرة أسبوعيا نضموا لقاءات أونلاين يطرحوا فيهم الأسئلة تاعهم ونعطيهم أيضا دروس أكثر دعم. ولهذا نقول لك أنه الأونلاين حاليا بهذا المنهاج ما يفرقش عن الحضوري.
يعني دوكا كل وحده راهي قاعده تلاحظ فينا، نقول لها ما عندكش الحجه باش ما تقعدي مكتوفه الايدي. اليوم منصه نيو فيجن حلت الابواب باش تقراي، باش تحلي مشروع الخاص بك، كما كاين بزاف من الفتيات اللي يتابعوا المنصه استاذه وحلوا مشاريعهم الخاصه. اكيد معنا عينات راهم هنا معنا. نعم العينات راهي موجوده، وهذا اللي راح يخلينا نروحوا لهذا الفيديو ونخليكم تشوفوا بعين التجربه احد المتربصات اللي كانت هنا في منصه نيو فيجن وحلت مشروع خاص بها. اذا نخرج هذا الفيديو ونعود نرجع من جديد. انا حلاقه كبابي حسنه، كنت مهتمه اني نحوس نتعلم تاع التجميل بدون جراحه، وصادفني اني صادفت شركه نيو فيزيون، شركة رائعة بيان سور. لقيتها أصلا تبيع باقات خاصة بالتجميل بدون جراحة، وشاركت معهم وتعلمت تدربت على يد الأستاذة أمينة، وكانت فرصة رائعة بزاف بزاف بزاف، كانت إضافة ليا مليحة بزاف، سواء في المداخيل ولا استثمار إضافي للصالون تاعي. شريت الدورة في أول الشهر، والحمد لله يعني في آخر الشهر فتحت مشروعي. سبب النجاح أنه قدرت نطبق ونفهم هذه الدورة بسرعة، ممكن تبان لكم خيالية، هي أنه فيها تفاصيل دقيقة، يعني اللي يركز في التفاصيل راح يتعلم بسهولة. يعني ألوغ معكم علاقي من المهندسة معمارية معتمدة، عندي ميول للتجميل من قبل، كنت في صدد البحث عن دورة تجميل، وصدفتني اني لقيت هذه الدوره مع شركه انفيزيون مع الاستاذه امينه. في الاول كنت متخوفه انها اونلاين تو، ومن بعد كي دخلت المنصه لقيت عالم اخر، لقيت باللي شرح مبسط، تقنيات جديده، شرح جيد يعني. الوغ في ربع شهر قدرت اني نكون متمكنه في المجال هذا ونكمل لا فورماسيون تاعي، والان راني في صدد تحضير الافتتاح تاع المركز تاعي تاع التجميل مع مرافقه شخصيه من الاستاذه امينه. إذن عدنا من هذا الفيديو الذي يحمل في طياته الكثير والكثير وتشجيع لكل متربصة راهي تشاهد في منصة نيو فيجن. إذن عودة إلى السيدة صابرينا، أكيد عندنا مشاريع مستقبلية آفاق مع منصة نيو فيجن. صابرينا مش حتتوقف في الحلاقة والتجميل، أكيد كاين الجديد. إذن ما هو جديدك في منصة نيو فيجن؟ أكيد عندنا منصات جديدة كثيرة إن شاء الله. عندنا منصة تاع لاكولوراسيون. نعم. للمبتدئات ونصف المحترفات. عندنا كذلك منصة واحدة أخرى، وهذو أراهم في الإنجاز في المستقبل القريب إن شاء الله راح يهبطوا على المواقع. نعم. كذلك هناك تحت إشراف أكيد مطبعة أو مطبعة نيو فيزيون في إنشاء كتيب، نقدر نقول عليه كتيب خاص بالحلاقات، نخليوه مفاجأة. من بعد إن شاء الله راهو في قيد الإنجاز، وفي المستقبل القريب إن شاء الله راح يلاحظوا تحت إشراف نيو فيزيون إن شاء الله. مزيد من التألق والنجاح إن شاء الله، القمة ولما لا. رجوعا إلى السيدة أمينة، أليس كذلك أمينة؟ ما هي ربما الآفاق المستقبلية مع منصة نيو فيجن؟ أكيد مازال منصات رانا نحضروا فيهم. نعم. راهم قريب يخرجوا للنور إن شاء الله. نعم. عندنا منصة تركيب الأظافر، عندنا منصة تركيب وتقليب الرموش، عندنا منصة الميكرو بليدينغ، واللي تعتبر أحدث التقنيات في التجميل حاليا في العالم وفي الجزائر، موجة كبيرة في هذا المجال كمجال ريادة أعمال في التجميل. جميل. إذا رجعنا وياكم مع أن الحديث شيق معكم، كانت ربما الوقت ولذيق الوقت اقتصرنا على قدر المستطاع، لكن هذا إذا دل يدل على أن المنصة تحمل في طياتها الكثير من الأمور. ندعوكم لمشاهدتها أو لزيارة مقر نيو فيجن أو للتواصل عبر الأرقام التي تمر أسفل الشاشة حتى نتعرف على منصة نيو فيجن. إذا كلمة اختتامية سيدة صابرينا. نشكركم على هذه الدعوة مرة أخرى. راني جد سعيدة للحضور تاعي معكم. نتلاقاو ان شاء الله في حصص وحده اخرى في المستقبل. ان شاء الله حبيبتي. كلمه اختتاميه سيده امينه. نقول لكل سيده، الان صار بامكانك تقدري تقراي حتى من البيت تاعك، التحقي بنا
ما تطوليش ما ضيعيش الفرصة، ونشكركم على هذه الالتفاتة الرائعة اللي نعتبرها دعم لكل امرأة جزائرية لتطوير الذات. إذا شكرا لحضوركم معي، وأنا مني الرميساء ألف تحية. إذا نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف جديد ومع ركن جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. المنصة التعليمية أنفيزيون الآن تقدر تقرأ من دارك عبر موقعنا الإلكتروني، متوفر على جميع مستويات الدراسة من التحضيري إلى السنة الثالثة ثانوي. فيديوهات وبرنامج مرتب جدا ليك باش تقدر تقرأ بشكل منظم، إضافة إلى لغات أجنبية ودورات تكوينية أخرى. منصة أنفيزيون، الحل الأمثل للدراسة.